رضوى، رضوى علاء، رضوى، رضوى، يا سلام على الاسيست واول باسكت من رضوى محمد لميرال اشرف. تقدم اهلاوي باللون الاحمر. بيتس، بيتس محترف سبورتنج، بيتس يجي لها سكرين من هاجر عامر، لسه بيتس على الميديم شوت، بيتس بتنجح في التسجيل اول نقطتين الاول 2-2. فاتو ويا سلام على اسيست من فاتو للرضوى محمد اللي بتسجل نقطتين وترجع التقدم للنادي الاهلي 4-2. بترجع تاني بتستند على بيتس اللي موجوده على ال 6.2 وبتكون موجوده بمحاوله، انما راني مجداوي بتعمل ستيل بلايب سهل من راني مجداوي بخبرتها بتخلي النتيجه 6-3. نادين سلعاوي لرنيم، رنيم بنتريشن من رنيم، رنيم بتدور تعلي كورتها تنجح في التسجيل، رنيم الجداوي. ريم موسى، وادي تبديل البوزيشنز بينهم وبين بعض لاعبات سبورتنج بينتج عنه باسكت ان وان مور من هاجر عامر وبتقرر الدخول وبتنزل على الميديم شوت، انما بتكون مظبوطه بالظبط. نورهان دريبل كويس من نانا اللي بتديها لثلاثيه، وادي رضوى بنتريشن والرد سريع عن طريق رام الستيل رنيم. نادين سلعاوي، سلعاوي كروس اوفر وتعدي، يا سلام يا سلعاوي. ايه اسرار ماجد اجاي ويلسون مصر اللي موجوده في الملعب، وادي لسه بنقول رضوى، وادي الفاست بريك ميرال اشرف بتنجح في تسجيل كاونت وان مور ريع على الميديم شوت، ولكن جود ديفنس عاملاه سيزا. اسرار بنتريشن، اسرار اللي بتنجح في التسجيل سيزا رضوى. سوريا، سوريا مع هاجر عامل عدت فلوتر بتنجح في التسجيل سوريا محمد، رضوى محمد، وادي الفاست بريك رضوى سوريا على 3 بوينت، وادي فاتو بتعمل ريباوند الدفاعات عليها كثيفه جدا بتخليها تغلط وبتخلي الكره ترجع تاني سوريا. ميرال اشرف، فريده وائل، فريده ويا سلام على الباكت واسيست ولا احلى من فريق الكوره او اسيست الكوره، وادي فاست بريك تاني للي اب سهل ليه ريم موسى. السلعاوي تستلم سوريا لرنيم الجداوي على الميديم شوت، الرنيم بتسجل، رنيم الجداوي اللي ممكن يكون عليها الدور المره دي الدخول تحت الباسكت ونزول بعد كل المرور ده، انما دايما توقعاتها ما بتسجلش، والريباوند عن طريق رنيم الجداوي. رنيم، رنيم فلوتر بتنجح في التسجيل رنيم الجداوي، كتيره وهيوصلها على المركز الثالث. اسرار ماجد على ثلاثيه مطلوبه نفسيا ومطلوبه نقطا ليه محمد، يجي لها سكرين رضوى، رضوى على 3 بوينتس تحت الباسكت فتو باتو بتنجح في تسجيل 2 بوينت 40، فرق اربع نقاط متفوق فيها الاهلي، وكوارتر قد يكون هو الحاسم، انما لا، في كلمه ثانيه لمين؟ فريده وائل بثلاثيه من الاهلي، حل الاهلي رضوى واستلام تحت الباسكت من فاتو بنسيمي هوك بره، انما كل لاعبات سبورتنج ما عدا نور علي طلعت اللي بتقرر النزول تحت الباسكت ومعاه فريده وائل. هاجر عامر، هاجر، وادي السبين موف والفاول كاونت وان مور. ميرال اشرف، ميرال، ميرال بنتريشن كيك اوت، سوريا محمد على 3 بوينت بره الى لاعبات سبورتنج زي عند بيتس اللي بتعمل بول على سبورتنج اربع فاولات على الاهلي. هاجر عامر تحت الباسكت لنورا اللي بتنجح في التسجيل والتقييم لصالح نادي سبورتنج. رنيم الجداوي، رنيم على الميديم شوت بتنجح في التسجيل
رنيم الجداوي. اللقاء شعل اللقاء مجنونة كرة السلة، وادي محاولة على ثلاثية من مين؟ رنيم الجداوي بتسجيل ثلاثية تشعل اللقاء أكثر وأكثر. 60-61 تقدم الأهلي تاني بنقطة واحدة. أسرار ماجد، نور علي طلعت بمحاولة الريباوند عن طريق السبورتينج. نور علي طلعت ليو نورهان احمد ميرال اشرف بكيك اوت للسلعوي اللي دخلت وعملت فيك واخدت فاول انوان بيت صاحبة الازعاج كله، حتى فريدة وائل ما عرفتش تقف على الدفاعات عندها. يو 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 اسرار ماجد على ثلاثية بتشعل اللقاء اكثر وبتجنن. هاجر كيك اوت نورهان بنتريشن كيك اوت بيتس بيتس على ثري بوينت. لا 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 بيتس بيتس بيتس. وكابتن طارق خيري بيقول لها تعالي اعملي عليها تراب، انما اهو اللي حصل. وادي الفاست بريك اللي بتطلع بيه باوند عن طريق سلعوي، والفاست بريك عن طريق ميرال اشرف، وسابوها خالص عشان تعمل باسكت انما ما يكونش ادوان. وادي محاولات كتيره جدا، وانما فريده وائل بتقول لهم انا موجوده وعملت فيك مظبوط، انما الريباوند هو لنادي سبورتنج التتويج ببطوله الدوري المرتبط. هارد لك للنادي الاهلي. مبروك كابتن حورس، هارد لك كابتن طارق. مبروك كابتن حورس من الاسكندرية، هارد لك لكابتن طارق خيري. مبروك لسبورتينج التدويج بأولى بطولات سيزون 23-24 بالفوز على الأهلي لتاني مرة. هاجر عامر ورفيقتها بين